طبعا سيادة العراق وسيادة أي بلد بالعالم، السيادة لا تجزء، هي سيادة واحدة، سيادة خارجية وسيادة داخلية. السيادة الخارجية حاليا للعراق مع الأسف سيادة ما أقدر أقول منقوصة، هي سيادة لا تتجزء، يعني ماكو سيادة. لاحظنا أول مرة لاحظ القصف المستمر والاحتلال من الجانب الكردي، أنا أقول احتلال لأنه توغلوا عدة كيلومترات داخل الأراضي العراقية، وبالتالي أخذوا الشريط الجبال الشريط الحدودي وهي أعلى جبال في العراق، وتوغل إلى قرى وقصف. ومساء أمس كان قصف لعجلة مدنية في 4 ركاب، والعراق يعني يتفرج ماذا يعمل. هناك تنديدات وهنالك عدة محاور، منها نذهب إلى الذهاب إلى المحور العربي، إلى المحور الأوروبي، إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، وبالتالي هنالك مع الأسف خلل في السيادة. في كل دول العالم أحزاب العالم تختلف بينها وتتفق في مصلحة البلاد العليا، هنا مصلحة بلاد عليا هي السيادة. الأحزاب السياسية مع الأسف لم تتفق حاليا، وحتى بالنسبة إلى تواجد القوات الأمنية داخل العراق، لاحظ من الداخل القوات الأمنية العراقية بما بها جيش أو شرطة أو عدة مسميات هي تمثل السيادة الداخلية، هيبة الدولة لا خيبة الدولة. أنا أحكي رجل مهني، الضابط أو المنتسب في القوات الأمنية العراقية، القوات المسلحة العراقية يمثل الدولة، لا يمثل حكومة، يمثل دولة عراقية. أعتقد أن اليوم السيادة العراقية مخترقة نتيجة الضوضاء اللي موجودة في العملية السياسية.